مرحبا بكم في سلسلة البلديات الأربع، معكم أوزالان، أهلا بكم في شنغهاي. شنغهاي فعلا مدينة مدهشة، حيث نلاحظ المباني الشاهقة والناديهات السحاب بكثرة. وفي الوقت نفسه شنغهاي مدينة كلاسيكية، ما زالت تحتفظ بالجوانب التقليدية للثقافة الصينية التي تجعل منها مدينة فريدة من نوعها. وصل الأوروبيون إلى هنا عام 1843. في ذلك الحين كانت شنغهاي بلدة صيد مزدوجة تضرب بجذورها إلى القرن الحادي عشر، والآن يمكنك مشاهدة ما تبقى منها، وهي منطقة البلدة القديمة. والشكل المعماري الأكثر أصالة هو الأزقة المعروفة باسم لونغتانغ. شنغهاي سينتيندي موقع سياحي يعرض ملامح شنغهاي التاريخية والثقافية، وعماده بناية شيكومن المتميزة، ويجمع بين الأزقة التقليدية والبنايات الجديدة النابضة بالحداثة، وهو ما يمزج الحاضر المتجدد بالماضي العريق. أثناء النهار يمكنك أن ترى العديد من الأجانب الذين جاءوا لزيارة والتسوق، أما في المساء فالوجهة المفضلة هي المقاهي والمطاعم. لا شك أن شنغهاي سينتيندي وجهة جذب لزوار السنين أيضا، ففي عطلات الأسبوع يلتقي هنا أهل شنغهاي للدردشة والتسوق. أزقة تقليدية وبنايات قديمة، غير أنها من الداخل جديدة وحديثة. هذه هي شنغهاي سينتيندي، ذلك المكان الساحر يجعل الزائرين على بعد خطوات من العودة للماضي. عندما وصلت إلى هنا أشعر وكأنني وصلت إلى شنغهاي القديمة في الثلاثيات. سبعون بالمئة من سكان شنغهاي ولدوا ونشأوا في شيكومن، وللحياة في هذه الأبنية نمط خاص، فكل أربع أو خمس عائلات تشترك في مطبخ واحد. كانوا يقفون في صف انتظار لاستخدام المطبخ أو المرحاض، وكان بإمكانهم سماع وقي أقدام الصاعدين على السلالم الخشبية. وحتى اليوم ما زال بعض المواطنين يعيشون في تلك الأبنية بنفس الطريقة القديمة. كلمة أولي شان في لهجة شنغهاي تعني بيت، بولي شان لازوزو تعني مرحبا بكم في بيتي. لذلك كلمة أولي شان هي كلمة دافئة ولطيفة جدا بالنسبة لأهل شنغهاي. شيكومن هي منازل تتألف من طابقين أو ثلاثة طوابق، تمتزج فيها العمارة الصينية بالعمارة الغربية. أما تينزيجيان فهي غرفة صغيرة وراء السلم، لا تتجاوز مساحتها 7 أمتار مربع، وكانت تستخدم كمخزن أو تؤجر للغرباء. في العشرينات من القرن الماضي قدم إلى شنغهاي الكثير من الفنانين والأدباء لتأسيس حياة جديدة، واستأجر بعضهم تينزيجيان لانخفاض قيمتها الإيجارية. هذا المنزل لشنغهاي القديمة يختلف جدا عن دار الرباعية ببكين بشكل كبير، فمساحته غير كبير، ولكن يتمتع بصالة الاستقبال وغرفة للشرفة والفناء و
وغرفة للضيافة والمطبخ. فانظر إلى كل هذه الأشياء، فأنا متأكدة جدا بأن صاحب لهذا المنزل كان يهتم جدا بجودة الحياة. تجسد أثاث هذه البناية العتيقة ملامح شنغهاي القديمة. حينما نتحدث عن نساء شنغهاي، تتراءى أمام عيني امرأة أنيقة مرتدية فستان تشيباو. هو زي النموذجي للمرأة في شنغهاي، والفستان الذي يجمع بين الوحدة والتناسق في ظاهر والباطن. يحمل اللقب ممثل ثقافة اللباس والزينة الصينية. في شنغهاي ترغب الكثير من الزائرات في ابتياع تشيباو، خاصة من شارع تشانغلو الذي يستهم بمتاجر تاريخية ذات شهرة عريضة في تفصيل هذا الزي التقليدي.金枝玉叶 الكائن بشارع茂名南路 محل شهير في خياطة تشيباو التقليدي وتقصده كثير من نجمات السينما وغيرها، إضافة إلى نوعية القماش وطريقة التصميم وشكل الألوان، فإن أقصى المقاس شيء مهم جدا.它旗袍从来就不是一个真正的传统服装，它永远是一个跟时尚接轨的一个中国元素的服装。إن تشيباو زي من الماضي المتقلب والحاضر المكتسي بالملامح الجديدة، له مزاياه التاريخية وقيمته الجمالية. فساتين تشيباو هنا جميلة للغاية، وأنا متحمسة جدا، أريد تفصيل واحد منها. 方师傅，哎，好喜欢这块面料啊！是吗？哎，对啊，这是青花瓷啊。我觉得呢，年纪轻穿了短一点好看。然后呢，你看这里细节都很漂亮了。我们这个旗袍就是改良旗袍，所以建议你短一点比较好看。好，那我们量身做一件。哎，好的。 السير الحقيقي لتشيباو مصنوع يدويا يمكن في نوعية القماش والصنع وروعة التفصيل، واليوم أستاذة وان ستأخذ مقياسي وتصنع تشيباو لي. الأشكال المعروضة أمامنا من فساتين تشيباو هي مجرد تصميمات، أما إذا أردت شراء واحد فعليك تنتظري بعض الوقت. 制作起来是不是很麻烦？如果你要绣花的话，我们就是要那个两个月，因为有手工的嘛，一针一针都要绣出来的。那个时候我都已经离开上海了，怎么办？哦，没关系，到时候那个不方便的话，我们可以帮你特款商店帮您送过去。嗯，好，太好了。那我就等着我的这个快件。وعد شنغهاي جنة تسوق، ومن أشهر شوارعها التجارية شارع نانجينلو المعروف بمحلاته المتنوعة، وكذلك شارع دونغها المشهور بسوق التعب، إضافة إلى أسواقها الشعبية. يتجه معظم المتسوقين إلى المراكز التجارية الكبيرة التي تصطف على جانبي شارع فهاي جونلو، وتزخر الشوارع الجانبية المتفرعة منه بمتاجر عصرية تضيف لمسات عصرية إلى المنتجات التقليدية، كما يقع في هذه المنطقة مركز كي 11 آرت التجارية.
بداخل مركز كي 11 حديقة ومزرعة حضرية والنباتات تتسلق الجدران، وهو ما يجعل اللون الأخضر يهيمن على أرجاء المكان. يضم الطابق الأول على علامات التجارية المعروفة عالميا، أما الطابقين الأول والثاني تحت الأرض فيختصان بالعلامات التجارية الجديدة الوافدة من اليابان وكوريا. يقدم مركز كي 11 للزوار خدمات شخصية حديثة، فيمكنك تحميل الأب الخاص بالمركز وسيارة خدماته لك وفقا لموقعك. كي 11 يؤمن مصممو المركز بأن الإنسان محب للفن بطبيعته، وأن دورهم يتمثل في تقديم فرصة للموهوبين من الشباب لعرض أعمالهم وكذلك لمحبي الفنون من الجماهير. باعتبار الطبيعة واحدة من التمات الرئيسية للمركز، فلا عجب إذن في هيمنة النباتات على المشهد. يوجد في المركز أيضاً العديد من المطاعم الشهيرة عالمياً، بما فيها المطعم الياباني والإسباني والإيطالي، إضافة إلى مطعم الأدوية العضوية. في الطابق السادس توجد حديقة مقنوم، وفيها يمكنك أن تتذوق أشهى وصفات الأيس كريم بمختلف النكهات، الحليب والزبيب والجوز والشوكولات. واللافتة هنا أنك تصنع بنفسك الأيس كريم الذي ترغب فيه، إنها تجربة رائعة حقا. هل يمكنك أن تتخيل؟ في مقدورك أن تشاهد المعارض وتتسوق وتتذوق الأطعمة المختلفة في نفس السوق التي تعجب كثيرا من الزهور والأشجار، إنها تجربة رائعة جدا. هذا المكان يعجبني. شن خوان ميو مكان يستحق أن يزوره الأجانب والمحليون على السواء، إذ لا تقتصر زيارته على مشاهدة المباني التقليدية والتعرف على مختلف العادات والثقافات، بل يمكنك الاستمتاع بما تقدمه المطاعم هناك من أطعمة شهية ومتنوعة. تتميز فضائل نانسيان بسمكها الرقيق الطري وشكلها الجميل، ومن الأطعمة اللذيذة المعروفة أيضا قد أدرج ضمن قائمة تراث ثقافي غير المادي في شنغهاي. يتطلب إعداد نانسيان مهارة خاصة ولحما طيبا لعمل الحشوة، ولكل فطيرة بها 24 ثانية وتطبخ على البخار، لكن مع الانتباه الشديد لدرجة الحرارة والضغط. عليك أن تصنع فتحة على سطح الفطيرة أولا، ثم اكسب الحساء على الملعقة. شهية. والآن يمكنك تناول الفطيرة مع الخل. لا يشتهر تشان خوان ميو بالأطعمة الخفيفة المتنوعة فحسب، بل يمكنك أيضا أن تستمتع بأطباق شنغهاي المحلية الأصيلة، وإذا رغبت في ذلك فسيكون خيارك المفضل هو مطعم شنغهاي القديم الذي يعد أطباقا محلية لذيذة وبأسعار معقولة. يرجع تاريخ مطعم شنغهاي القديم إلى عام 1875، وكان معروفا حينذاك بمطعم جونشون. ومع تطور أعماله وإقبال الزبائن، قام صاحب المطعم بإضافة كلمة القديم إلى الاسم، فأصبح مطعم جونشون القديم
لكن هذا ليس من الطويل لم ينال إعجاب الزبائن، فاعتلى صاحب المطعم عن فكرته وأطلق عليه المطعم القديم نزولا على رغبة العملاء. تشتهر أطباق شنغهاي بنكهة مميزة ومذاق شهي وصلصة سميكة القوام، دائما ما تحمر بصلصة صويا على نار هادئة لوقت طويل ويضاف إليها بعض السكر. كوسانسي أحد الأطباق المميزة في شنغهاي، ويتطلب إعداده مهارة خاصة في استخدام السكين. لا ترجع شهرة مطعم شنغهاي القديم إلى الأطباق الشهية فحسب، بل إلى هناك يوجد طباخ المعروف على مستوى الوطني، وهو أمهر طباخ في هذه المدينة، ألا وهو أستاذ رن. 听说您今天要给我推荐一个上海老饭店特别著名的镇店名菜。对，今天我特别要推荐大家一个八宝鸭。这个八宝鸭到至今已经130多年了。这么多年历史了。是啊，里面的馅有八样东西。哦，所以叫八宝鸭。对外面一个鸭子，它加热时间呢要4个小时到5个小时左右，一打开的话它里面很糯的。哦，我已经忍不住想要吃了。 فعلا لم أسمع جيدا ما قاله قبل قليل، لأن الأطباق الشهية شغلت كل حواسي، لا أستطيع الانتظار. طعام يناديني. باستعراض الأيام المجيدة في شنغهاي، نجد أن تيانسيفا يحتضن أنواع حديثة ولافتة للنظر من المحلات التجارية العصرية التي تختفي تحت الأقواس الحجرية الأيقونية. يقع هذا الحي في رقم 420 من طريق تايكانغ، وهو يتألف من أبنية سكنية تقليدية تتخللها عدة أزقة تستحم بالبنايات الصينية والغربية الطراز. ولا تزال العادات والتقاليد المحلية لأهل شنغهاي حاضرة بقوة، وغالبا ما يندهش الزوار من الهدوء الذي يسود فيها الحي النابض بالحياة، وهو ما يذكرك بأيام شنغهاي الجميلة. الحلويات هي مصدر السعادة للجميع، خاصة للأطفال. هل تذوقت من قبل على حلويات المصنعة يدويا والمتعددة الأشكال والنكهات؟ رائحة طيبة والحلويات الملونة، كل هذا يجعلني أشعر بالسعادة. إن هذا المحل متحف للحلويات. بعد هذا الزجاج يقع المصنع، كل الحلويات هناك تصنع أمام الزوار. وفي هذا المحل إن لم تشتري أي شيء لا يمكنك أن تتذوق المنتجات الجديدة هنا. مجانا. 都有什么口味啊？这是酸橙口味的，这个是草莓味的。嗯，谢谢。 إنها أحلى تذكرة من شنغهاي. الأعمال هنا تضم معارض فنية ومقاهي ومطاعم ومتاجر لبيع السلع الإبداعية الثقافية، وكثير من السلع المبتكرة هي صناعة يدوية، ويمكن للمرء أن يجد ما يهواه بعد بحث دقيق. أما الأزقة الصغيرة المتداخلة عبر الحي فتجعل الإنسان يشعر كما لو أنه يبحر في ذهول ممتع.
إضافة إلى العلامات التجارية المحلية ومحلات مصمم الأزياء والأعمال الحرفية، فقد أنشأوا ملتقيات للفنانين المبتدئين والتي باتت مقصدا حيويا للمهتمين بالرسم والتصوير والنحت والتركيبات الفنية. وكثير من الفنانين يقيمون هنا حيث يتبادلون الحديث مع الزوار. بيت الدباديب، في هذا المحل المتميز ستجد الدباديب بأشكالها المختلفة، لننطلق في رحلة من نوع آخر مع الدباديب والدبا. محبوبة جدا، لا يطوعني قلبي على أكلها، ولكن من المؤكد أن المتعة هنا لا تقتصر على مجرد تناول الأطعمة اللذيذة، بل يمكنك أن تصنع الدبدوبا بنفسك. 里面有多少只泰迪熊啊？大概有1000个左右吧，大大小小，又有的很小。تقول أستا صاحبة المحل إنها تريد أن نشاركها ذكريات الطفولة وأمانيها الطيبة. انظر، تم صنع الدبدوب. يا دبدوب، أين نذهب بعد قليل؟ لنجرب السكن في شنغهاي، ممكن؟ ممكن، حسناً، لنذهب معاً. تبدأ رحلة الاستكشاف المعالم المهمة في شنغهاي من البند. هذا الشارع العريض المجاور للنهر، كان شارع بند في عشرينات من القرن الماضي أشهر منطقة في آسيا، تبلغ مساحته حوالي 2000 متر مربع، وعلى امتداده يقع العديد من المباني التاريخية والمباني الفخمة المقامة على الطراز الكلاسيكي الحديث، إضافة إلى المصارف الأجنبية والفنادق والنوادي الراقية. تعد منطقة البند تلك الواجهات الاستعمارية المشهورة بمبانيها ذات التصميم الغربي والتي بنيت إبان الاستعمار البريطاني والأمريكي، هي الملعب الرئيسي لشنغهاي. يقع فندق أستحاوس التاريخي على ضفة نهر هونبو على بعد دقيقتين سيرا على الأقدام من جسر وادايدو. بني الفندق عام 1846 ويعد أول فندق أسسه التجار الغربيون في شنغهاي وفي أنحاء الصين.这个酒店好像很有仪式感。对啊，恐怕就是您第一次来我们酒店，很多第一在我们酒店里产生。比如说，哦，你听说过？哦，好像说有是第一个电话。对对对，第一个电话，然后是24小时的热水也是在这里接通，还有第一个露天电影，包括第一盏电灯在我们饭店的门口亮起。 إنه خيار رائع للمسافرين المعنيين بالفن المعماري والتجول وسط المدينة. تم تصميم الفندق على طراز الباروك ولا يزال يحتفظ بشكله المعماري إلى اليوم. أما الغرف فمزينة بالديكور أوروبي ومفروشات كلاسيكية، كما يتم الفندق منتجعا علاجيا ومطاعم شهيرة. ويحرص مطعم ريتشارد على تقديم الأطباق التقليدية المحلية والغربية، إضافة إلى الوجبات الخفيفة والمشروبات المنعشة في بار المطعم.包括以前有很多没人住过我们饭店，像爱因斯坦，他就曾经下榻我们304房间，包括周恩来和他的夫人在我们的311房间曾经入住过。哎，我订的好像也是间名人房，是吧？对的，你订的8103房间，是马可尼曾经下榻过。
小姐，您的房间到了。嗯。王小姐，您住的810这个房间，它是完全保留的以前的样子。哦。然后您看到的家具，都是100多年的，在我们浦江饭店九十一间。嗯，那全都是古董啊。对啊。啊，这是您的房卡。哦，好。祝您入住愉快。谢谢，谢谢。في عام 1933 قام مخترع الراديو الشهير ماكوني وزوجته برحلة حول العالم، وفي 7 نوفمبر وصل إلى شنغهاي ونزل في هذه الغرفة. عندما ألمس ما في الغرفة من أثاث أو ديكور قديم أشعر بنبض التاريخ في عروقي. وعندما أمشي على الأرضية الخشبية يتردد في أذني صوت التاريخ المفقود. شنغهاي هي المركز الاقتصادي والمالي في الصين، وتتمتع بسحر خاص يشد إليها الزوار من كل أنحاء العالم. وأما زائر في شنغهاي خيارات متنوعة للإقامة. تم تدشين أول فندق أنداس في القارة الآسيوية بالمنطقة الترفيهية الواقعة في شنغهاي سينتياندي. هو واحد من سلسلة فنادق حياة العالمية المتميزة في عالم الفندق والضيافة. يوفر فندق أنداس خدمات ترفيهية عالية من حاندي في بحو الفندق ومطعم هاي باي، إضافة إلى ساحة طعام على مساحة 4 طوابق تضم مطاعم متنوعة. يتكون الفندق من 28 طابق، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 307 غرف، وتتمتع جميع الغرف بإطلالات على المدينة، وتحتوي على قاعدة آيباد ومحطة آيباد في غرف الضيوف. ومن نافذة يمكنك الاستمتاع بمعالم شنغهاي المفعمة بالحيوية. كما يضم منتجعا على مساحة 2200 متر مربع، يشتمل على مسبح داخلي وصالة ألعاب رياضة مجهزة ورشة للأنشطة الترفيهية الخاصة وصالون حلاقة و10 غرف لممارسة الخدمات العلاجية والصحية والتجميلية. أشعر بالنشاط والحيوية الآن، وأريد أن أجهز نفسي لمأتبة بعد قليل. 小姐你好，这个是我们酸奶自然羊肉披萨，请慢慢享用。谢谢。上海 يندمج التاريخ القديم والعناصر الحديثة بشكل ممتاز، وهي تشبه هذا الكوب، حيث تختلط النكهات المختلفة وتشكل كوبا من المشروبات الشهية التي تستحق أن تتذوقه على مهلي. شكرا على حسن متابعتكم لبرنامج السياحة في الصين، معكم أو سالال. في حلقة قادمة من أهلا بكم في شنغهاي، سأعطيكم جمال هذه المدينة الحديثة والقديمة. إلى اللقاء.